أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا محاضرات السي إن إس تشمل مجموعة من الكاتيجوريز. قلنا الكاتيجوري الأول هو الجنرال، جنرال كاتيجوري اللي هو يشمل السيريبرال إديما والهيدروكيفالاس والبرين هيرنيشن، اللي هي تغيرات عامة تحصل مع أي ديسوردر يصير في السي إن إس. بعدين الديفلوبمنتال أنوماليز اللي هنتكلموا فيها عن النيورال تيوب ديفكتس. بعدين عندنا الانفكشنز اللي هي المينينجايتس والسيريبرال أبسس. تمام. بعدين عندنا السيريبروفاسكولار ديزيزز. بعدين البرين تروما، وبعدين نجود الديمايلينيتنج ديسوردر والديمنشيا اند ديجنريتيف ديسوردر، واخر شيء اللي هي السي ان اس تيومر. اوكي. لكن السي ان اس تيومر رغم انها هي اخر شيء، لكن في الاهميه راهي اهم من مواضيع واجده ثانيه، يعني فنركزوا عليها السي ان اس تيومر. اوكي. نبدا اولا بالسيريبرال ايديما. ايديما زي ما عارفينها في الجنرال باثولوجي هو اكوموليشن اوف فلويد. وين بيتجمع الفلويد؟ احنا واخديننا من جنرال بيتجمع في الانترستيشال سبيس، لكن هنا ممكن نعطوها تو كاتيجوريز. لما يتجمع في الانترستيشال سبيس هذه يسموه فيها فازوجينيك ايديما، اكوموليشن اوف فلويد في الانترستيشال سبيس نتاع البرين. لكن لما يتجمع في داخل الخليه انا يسموه فيها سايتوتوكسيك ايديما. اوكي. اللي هو اكوموليشن اوف فلويد انسايد ذا سيلز. فالفازوجينيك ايديما نتيجه زياده البرميابيليتي، وبتصير اكثر حاجه مع الانفلاميشنز. السيتوتوكسيك ايديما اللي هي في اكوموليشن اوف فلويد في داخل الخلايا، وبتصير نتيجه الانجوريوس ستيمولاي للسل زي الهيبوكسيا مثلا. اوكي. المورفولوجي لما يكون في ايديما البرين بيكون سوفتر، ابير السوفيل داكرينيال فولت، الجايراي ار فلاتند، السالكاي ار نارويد، الفنتريكولار كافيتيز ار كومبريسد. طبعا انا اخطر حاجه واهم حاجه تهمني في البرين في حاله الايديما هو زياده الانتراكرينيال بريشر، لان زي ما عارفين البرين كلوز ذا سبيس، برين وسكال وهذا كلوز ذا سبيس، يعني اي زياده بسيطه في الفوليوم في اي كومبوننت حيؤدي لزياده في الانتراكرينيال بريشر، وزياده الانتراكرينيال بريشر في البرين هذه ليها دينجرس كومبليكيشنز، ممكن تؤدي الى ديث، فخطيره جدا. يعني اي نوع من انواع الزياده سواء كان نتيجه ايديما، نتيجه تيومر، سبيس كيوباينج ليجين، اي حاجه تزيد لك السايز والفوليوم في داخل البرين دي مشكله، لان بتزيد الانتراكرينيال بريشر وفي الاخير تؤدي لبرين هيرنيشن اند ديث. فحتى الايديما هنا راهي سيريس، مش كيف الايديما اللي خليناها في الاذر سيستمز مجرد يعني زياده في السايز او لا، هنا ليها كومبليكيشن خطيره. المورفولوجي تكلمنا عليه، الايمجز اوكي، سيريبرال ايديما طبعا لما بتشوفها، طبعا لما تشوف الايديما هذه سيريبرال ايديما، طبعا هنا تشوف نورمال برين السالكاي والجيراي والكونفجريشن بتاعها، لكن لما يكون عندك سيريبرال ايديما تشوف ان ما عادش فيه خلاص سبيسز اللي هي السالكاي، السالكاي هي المنخفضات هذه شو بيصير لها؟ نروي. والجيراي المرتفعات فلاتني. في ايديما تو يعني حتى السبيس اللي كاين موجود ما بين السالكاي والجيراي كلها تو تعبى بالبرين تيشو نتيجه الايديما اللي صايره في البرين تيشو. طبعا من اهم الكلينيكال دايجنوستيك تيست اللي تساعدنا في تحديد هل فيه يعني زياده في الانتراكرينيال بريشر اللي هو الفاندوسكوبي. الفاندوسكوبي بتشوف الاوبتيك ديسك، عارفين الاوبتيك ديسك هو الاوريجن اوف ذا اوبتيك نيرف. الاوبتيك ديسك لما تفحص بالفاندوسكوبي، شوف لما تفحص نورمالي المفروض يكون الاوبتيك ديسك يعني واضح علامه محدده، لكن هنا صاير في بابيليديما نقصد بها اللي هو اوبتيك ديسك ايديما. تلاحظ ان البوردرز ار irregular، ماهيش كلير، مش واضحه البوردرز اوف اوبتيك ديسك. فهذه دايجنوستيك تيست يساعدنا في تحديد الانتراكرينيال بريشر هل هو نورمال اور ريزد. اوكي. ننتقل الان لموضوع الهيدروكيفالاس. هيدروكيفالاس هو accumulation of excessive cerebrospinal fluid in the ventricular system due to impaired flow or resorption of CSF. عارفين تكوين السي اس اف ومن يكون فيه؟ من يكون فيه؟ كرويد بلكسس اللي موجوده في الفنتريكلز ولا؟ ومن يديرها فيها absorption؟ الاركنويد فيلاي السب اركنويد جرانيوليشنز. تمام. والعمليه هذه يعني دايناميك، يعني دائما في برودكشن وفي ريزوربشن، في برودكشن وفي ريزوربشن.
لما يكون عندك فيه accumulation للسي اس اف excessive accumulation. الاكسسيف هذا يا اما نتيجه فيه obstruction ما عادش فيه فلو فبيتجمع الفلويد ما عادش فيه فلو، والا نتيجه decreased الريزوربشن فهنا هنا حيتجمع السي اس اف وحيكون بيتجمع. بي امتى يتكون الهيدروكيفالاس؟ في تشيلدرن او نقولوا في الانفانت ولا في الادلتس؟ في الانفانت. الهيدروكيفالاس تاني هي enlargement of the brain and the skull. ليش الانلارجمنت ده بيحصل؟ نتيجه اكسبانشن فوليوم اكسبانشن فنتريكلز بيزيد السايز بتاعها فبصير في اكسبانشن في السايز اوف ذا برين فيعطيك الهيدروكيفالاس. لكن في الادلت كلوز مش حيصير في اكسبانشن، شو بيصير مالا؟ ايوه زياده في الانتراكرينيال بريشر، وهذه خطيره جدا طبعا. هذه تحصل، هذه خطيره ممكن تؤدي الى برين هيرنيشن اند ديث. انواع يبقى احنا قلنا يا اما في اوبستراكشن يا اما في امبيرد ريزوربشن. فالاوبستراكشن بيعطيك النون كوميونيكيتنج هيدروكيفالاس، نون كوميونيكيت يعني ما عادش في اتصال في الدوره بتاعت السي اس اف. الكوميونيكيتنج اللي هو الدوره المتصله لكن في ديكريزد ريزوربشن ما عادش في امتصاص للسي اس اف، فهنا حيتجمع السي اس اف. اوكي الافكتس زي ما قلنا في الانفانسي يحصل في توسع واكسبانشن في السايز اوف ذا سكال، وهذا بيعطينا يعني انلارجمنت اوف ذا هيد اللي هي سموا فيها الهيدروكيفالاس. اما في الادلتس فبيكون في زياده في الانتراكرينيال بريشر، بيكون في ضغط على البرين نفسه يسبب في برين اتروفي وممكن يسبب فيه هيرنيشن اند ديث. فنشوف الصوره هنا، طبعا هذا النيونيت with the enlargement of the head وفي حيكون في impairment of the upward gaze ما يقدرش يحرك عيونه للاعلى نتيجه الانلارجمنت اللي صاير. وهذه في الصوره واضح في الانلارجمنت بتاع الفنتريكلز، هذوما التو لاترال فنتريكلز ار انلارجد، وهذه بالام ار اي نلاحظ الفنتريكلز ار انلارجد. فهذا الهيدروكيفالاس الاسباب بتاعها قلنا يا اما في اوبستراكشن، الاوبستراكشن بيكون في اي مسار من المسارات بتاع السي اس اف. طبعا عندك اللاترال فنتريكلز، هذا اللاترال فنتريكلز وبعدين بيفتحوا في التيرد فنتريكل، في التيرد فنتريكل بعدين التيرد فنتريكل بيفتح في الفورث فنتريكل، ومن الفورث فنتريكل بيمر الى السنترال كانال وبيمشي بعدين للسب اركنويد سبيس. فاي اوبستراكشن في المسار هذا يا اما يكون في الفورامين اوف مونرو او في التيرد فنتريكل نفسه او في الاكويدكت اوف سيلفيوس او في الفورامين اوف لوشكا اند ماجندي او في البيزال سيسترنز اند سب اركنويد سبيسز، هذا كله حيؤدي في النهايه الى هيدروكيفالاس. اوكي الموضوع الثاني اللي هو يعتبر هذا كومليكيشن اوف ميني ديزيزز اوف سينس اللي هو الانكريزد انتراكرينيال بريشر. شنو سبب زياده الانتراكرينيال بريشر؟ يا اما زياده الاماونت اوف سي اس اف تكلم عليه في هيدروكيفالاس، يا اما نتيجه السيريبرال ايديما اكوموليشن اوف فلويد سواء كان في الانترستيشيال اللي هي فازوجينيك او كان في داخل الخلايا نفسها اللي هو السيتوتوكسيك، يا اما سبيس اوكيوباينج ليجن. وهنا كلمه سبيس اوكيوباينج ليجن يختصروا فيها اس او ال كومنتيرم، هذا في الكلينيكال. سبيس اوكيوباينج ليجن يعني اي ليجن واخده مساحه في البرين تيشو، ممكن يكون تيومر وممكن يكون هيموروج. اوكي فعندك تيومر والهيموروج، الهيماتوما، الانفاركشن، الانفكشنز مثلا كون لك ابسس. الافكتس هو زياده الانتراكرينيال بريشر ليدنج تو كومبريشن اوف ذا برين بارانكيما اند برين هيرنيشن. طبعا خطوره الانتراكرينيال بريشر زي ما قلنا هو في البرين هيرنيشن. يبقى شنو هو البرين هيرنيشن؟ هيرنيا، كلمه هيرنيا شو يعني هيرنيا؟ بلجنج ثرو ا بوتنشال سبيس. نفس الشيء هنا في البرين عندي بوتنشال سبيسز. شو معنى بوتنشال سبيسز؟ يعني مكانات محتمله ان البرين تيشو لو زاد عليه الضغط يطلع منها، هذا كلمه هيرنيشن. displacement of brain tissue due to mass effect or increase intake pressure، يعني زياده الضغط على البرين تيشو حيخلي البرين يدور على اي مخرج باش يخفف من هالبرشر هذا فيطلع منه. فعندي ثلاثه مكانات، في حاجه سموا فيها tonsillar herniation، حاجه سموا فيها subfalcian herniation، وحاجه سموا فيها انكل herniation. اوكي شوف معي الصوره هذه. اوكي نبدا اول حاجه بالsubfalcian herniation. صف فالسان، عارفين السالكس الفالكس سيريبراي، هذا الفالكس سيريبراي اللي هو بيقسم لك البرين الى رايت وليفت ولا رايت وليفت. فهنا لما يكون في بروتروجن من تحت السالكس سيريبراي من تحته، ف
فهذا يسموه فيها سبفالساين هيرنيشن اللي هو سينجوليت جايروس، يصير له هيرنيشن من تحت الفالكس سيريبراي. ايضا تعرفوا حاجه يسموه فيها تنتوريوم سيريبيلاي، هذا التنتوريوم سيريبيلاي اللي هو بيقسم البرين الى انتيريور وبوستيريور، ولا انتيريور كرين الفصه وبوستيريور كرين الفصه، اوكي هذا التنتوريوم سيريبيلاي. فالتنتوريوم سيريبيلاي حتى هو نفس الشيء ممكن يصير من تحته، يصير فيه هيرنيشن لجزء من البرين اللي هو الانسينيت بروسيس، انسينيت بروسيس اوف تمبورال لوب، ممكن يصير له هيرنيشن من تحت التنتوريوم سيريبيلاي. وبعدين عندي اللي هو الفورام الماجنا اللي هو بيطلع منه سباينال كور، هذا ممكن تنزل منه شني سيريبيلار تونسل، سيريبيلار تونسل لو يصير عليها الضغط ممكن تنزل منه، وتدير الكومبريشن بعدين على الفايتال سنترز اللي موجود في الميدلا، اوكي. فهذه هي البوتنشال سبيسز اللي ممكن انه يصير منها الهيرنيشن. فعندي التونسيلر وعندي السفالساين وعندي الانكل هيرنيشن. طبعا هذا هو يعني هذا ما تحتاج انكم تعرفوه بالنسبه للهيرنيشن اللي هي البوتنشال سبيسز. هذه الكلام الثاني كله يعني ما كناش مطالبين به، اوكي. هيرنيشن يعني بشكل عام تعرف الانواع الكلاسيفيكيشن بتاعها، يعني شنو هن الانواع اللي يصير فيه. تمام، ننتقل تو للنيورال تيوب ديفكت. اول ديسوردر عندي في السي ان اس اللي هو الديفلوبمنت او الكونجينيتال انوماليز، ومن اهمها نيورال تيوب ديفكت. وليش من اهمها؟ لان هي اول شيء كومن، والحاجه الثانيه انها بريفنتبل، لانها بريفنتبل، اوكي. فلما جو تكلموا عليها طبعا كباتوجينيسيس هي ارايز فروم انكمبليت كلوجر اوف ذا نيورال تيوب، فما بيش نخش في التفاصيل بتاع النيورال تيوب فورميشن، لكن هي المشكله الاساسيه انكمبليت كلوجر اوف ذا نيورال تيوب. اذا كان المشكله دي حصلت في السيفاليك اند فش بيصير للبرين؟ ان انكفالي، ايوه ابسنس اوف ذا سكال اند برين تيشو. اذا كان حصلت في الكودال اند يعطينا سباينا بفدا بانواعها. اكثر ما يهمني في الموضوع هذا الريسك فاكتور، لازم تعرف الريسك فاكتور اللي هو اللو فوليت ليفلز براير تو كونسبشن، وتعرف الريسك فاكتور. يعني لازم تعرف كيف البريفنشن، البريفنشن هو ايديكويت فوليت سبلمنتيشن بيفور اند ديورينج ذا فيرست تريمستر اوف بريجننسي، اوكي. لان الفوليت سبلمنتيشن سيجنيفيكانتلي ريديوس ذا ريسك، يعني يقول هذه بريفنتبل ديزيز، فالفوليت از فيري امبورت. هذا ليش كل بريجننت فيميل لازم تاخذ الفوليت سبلمنت باي ديتكشن، كيف تعرف ان في ان انكفالي او سباينا بيفيدا قبل يصير في ديليفري؟ عن طريق الفا فيتوبريتين ليفل في الامنيوتيك فلويد والماتيريال بلاد نلقوا انيفيتد. الكلاسيفيكيشن اوف النيورال تيوب ديفكت، في زي ما قلنا كان هو الديفكت حصل في السيفاليك اند اوف النيورال تيوب، معناها هذا ان انكفالي، كان حصل في الكودال اند فهذا سباينا بيفيدا ان انكفالي اللي هو absence of the skull and brain وبيعطينا the frog-like appearance of the fetus اللي هو الشكل هذا absence of the skull and the brain وبيسموا فيها the frog-like appearance، اوكي. النوع الثاني اللي هو سباينا بيفيدا، وسباينا بيفيدا فيها انواع، فيها سباينا بيفيدا اوكالتا يعني مخفيه، وفي سباينا بيفيدا سيستيكا يعني الدائره سيستيك بروتروجن واضحه، اوكي. سباينا بيفيدا اوكالتا كيف تشوفها؟ عباره عن دمبل اور باتش اوف هير اوفرلاينج ذا فيرتبرال ديفكت. شوف صورتها هنا، شوف معي هذا النورمال سباينال كور. في حاله السباينا بيفيدا اوكالتا حيكون عندك ابسنس اوف ذا فيرتبرال ارش، الفيرتبرال ارش البون اللي فيرتبرال ارش هنا ابسنت، صار له ديفكت في الديفلوبمنت، صار له ابسنس، لكن السباينال كورد والمننجيز كلها قاعده في مكانها. باهي هذا اسمها سباينا بيفيدا وكلتا، والعلامه بتاعها تلقى فيه هير على السيرفس هيري اريا، الهيري اريا هذه معناها تحتها راهو في ابسنت فيرتبرال ارش. سباينا بيفيدا سيستيكا لما بيكون في سيستيك بروتروجن، ايوه اذا كان هو مننجيز فقط اللي دايره سيستيك هذه اسمها مننجو سيل. هنا تعريف المصطلحات مهم، مننجو سيل يعني بروتروجن اوف مننجيز، والدا سباينال كورد برانكيما.
لكن المينينجو مايلوسيل بروتروجن في المينينجيز وايضا في السباينال كورد. اوكي سباينا بيفيدا سيستيكا اللي هي قلنا فيها سيستيك بروتروجن وفيها المينينجوسيل والمينينجو مايلوسيل. هذه سباينا بيفيدا اوكالتا زي ما قلنا تلقى في ديمبل يعني زي الحفرة الصغيرة وتلقى عليها الهير، هذه علامة سباينا بيفيدا اوكالتا. سباينا بيفيدا سيستيكا اللي هي في سيستيك اسويلينج، هذا ممكن يكون مينينجيز اونلي وممكن يكون معاه حتى برين بارانكيما سباينال كورد بارانكيما زي ما في الصوره هنا. اوكي يبقى هذا كله كان بي بريفنتد باي ادكويت فوليت سبلمنتيشن براير اند ديورينج بريجنسي. تمام اذا هذا بالنسبه للجزء الاول. ننتقل الان للجزء الثاني، هنتكلم في الجزء الثاني على الانفكشنز اللي هي المينينجايتس والبرين ابسس والسيريبروفاسكولار ديزيز اند تروما. اوكي نبدا بالمينينجايتس، طبعا فيري امبورتنت ديزيز المينينجايتس اللي هي تعريف المينينجايتس ات از انفلاميشن اوف ليبتو مينينجيز. بينما نقول ليبتو مينينجيز نقصد بها البيا والاراكنويد، يعني عارفين المينينجيا ليرز هما ثلاثه، الديورا اللي بتكون اتاتشد للسكن وبعد الاراكنويد وبعد البيا، فالبيا والاراكنويد مع بعضهم اسمهم ليبتو مينينجيز، معناها هو انفلاميشن اوف مينينجيز اونلي مش البرين، البرين انكفالايتس ما فيش انفلاميشن، انفلاميشن هنا از ليميتد تو ذا مينينجيز. تمام النقطه الثانيه المهمه اللي هي نتعرفوا على كلاسيفيكيشن اوف مينينجايتس، يقسموا فيها الى اكيوت وكرونيك. تمام الاكيوت في بايوجينيك اللي هي البكتيريا وفيه الاسبتيك اللي هي الفايرال، والكرونيك اللي هي عندي زي التيوبركولوس وعندي الفانجل مينينجايتس. تمام ننتقل للروتس اوف انفكشن، كيف بتوصل الانفكشن؟ الانفكشن ممكن هيماتوجين سبريد وهذه المسكومه، يا اما دايركت امبلانتيشن او لوكال دايركت امبلانتيشن تروما يعني صار في تروما ودخلت معها انفكشن، او لوكال سبريد مثلا شخص عنده انفكتد ساينس ساينوسايتس وصار في سبريد للمينينجيز، والى اكزونال سبريد زي في حاله الريبس. الكوزس هذه اهم جزئيه في حاله في التوبك تاع المينينجايتس هي الكوزس يعني الكوزاتيف ايجنتس، فعلى حسب الكلاسيفيكيشن اول اكيوت بكتيريال مينينجايتس على حسب الايش تقسم، وهذه مهمه جدا التقسيمه هذه على حسب الايش دائما تاتي فيها اسئله. اذا كان هون يونيت، اليونيت يعني مقصود به قبل الشهر يعني الحديث الولاده اقل من شهر هيكون جروب بي ستريبتوكوكاي والايكولاي والليستيريا مونوزيتوجينز. وليش بالذات الاورجانيزمز هذه هذه موجوده في الفاجينال كانال ديورينج بيرث، معناها النيوبورن خذ الانفكشن ديورينج بيرث ديورينج الفاجينال ديليفري. بعدين الكوزاتيف ايجنت الثاني اللي هو النيسيريا مينينجيتيدس المينينجوكوكاي، وهذه بتكون في تشيلدرن والتينيجر يعني في اليانج ايج. لما نتكلم عن الادلتس والالديرلي هنا بيجي المسكومة اللي هو ستريبتوكوكس نومونيا، الاتش انفلونزا اللي هي بكتيريا كانت فيري كومن في السابق لكن بعد ما اصبح في فاكسينيشن فاصبح يعني رير تو ما عدا في النون فاكسينيتد انفانتس ممكن يكونوا عرضه للبكتيريا هذه. اوكي اذا هذه كوزاتيف ايجنتس. ما هي كلينيكال فيتشر؟ طبعا الكلينيكال فيتشر الكلاسيك ترياد بتاع الهيديك والنيوكال ريجيديتي التصلب في الرقبه والفيفر، هذه بتكون في العاده في الادلتس وفي الاولدر تشيلدرن يعني. لكن لما بتجي النيونيت ما بتلقى عندها المشاكل هذه، مش يعني بالعكس بدل الفيفر ممكن تلقى عندها هيبوثيرميا. النيونيت في العاده بيجيك بالريتابيلتي وكراينج وبور فيدنج يعني نون سبيسيفيك سيمتوم اند ساين. وزي ما شرحت لكم في الفيديو في اهميه الدياجنوست اوف مينينجايتس لان حالات واجده تصير ان المصاب يعطى انت يتم اعطاء انتبيوتك عاديه بتاع تبر ريسبيراتوري بينما هو عنده مينينجايتس، فهذا شو بيدير لك؟ بيدير لك ماسكينج للسيمتوم والانفكشن ما زالت مستمره فيسبب في سيفير دامج في البرين وبرمنت كومبليكيشنز.
ولهذا الدياجنوز الصحيح مهم جدا، يكون عندك هاي تريشول ويكون في بروبر دياجنوستيك ميثود. شن هي الدياجنوستيك ميثود في حالة المينينجايتس؟ اللي هي اللمبر بانكشر. لمبر ليش ندخلها في اللمبر اريا بين ال L4 وال L5، وبانكشر يعني بتدخل نيدل وبتسحب بها السريبروس باينري فلويد. عشان بتلقى فيه السريبروس باينري فلويد سي سي فايندينج ايوه. اولا بالنسبه للبكتيريا مننجايتس تلقى فيه اباندنت نيوتروفيلز، سي اس اف جلوكوز تلقاه له، البروتين بتلقاه هاي اكزوديت، هذا جرام ستين، والكالسيوم بيطلع لك نوع الاورجانيزم. كان هو نيسيريا مننجيتيدس شو تلقاها؟ جرام نيجاتيف دبلو كوكاي، كريستوكوكس نمونيا جرام بوزيتيف دبلو كوكاي. اوكي الفيرال مينينجايتس شن الكاركترستيك فيتشر؟ لينفوسايتس تلقى بديه مقبضه نيتروفيلز، تلقى في لينفوسايت لكن سي سيف جلوكوز نورمال لان الفيروس ما يتغداش على الجلوكوز. في حاله التيوبركولوسيس هتلقى لينفوسايت وذ مودريتلي ديكريزد اور نورمال سي سيف جلوكوز. كان هي فانجل تلقى لينفوسايت وذ ديكريز سي سيف جلوكوز. طبعا هذه الاريا بالنسبه للفانجل مينينجايتس هذه في الاميون كومبرومايز. وشن الكومن اورجانيزمس؟ كريبتوكوكس نيوفورمس مظبوط ممتاز ايوه بالضبط. هذين المهمات هذين الاميونو كومبرومايز، هذين يجوا في الاميونو كومبرومايز. باش ما تنسوهاش النقطه هذه فانجل مينينجايتس. اوكي بعدين الكومبليكيشنز، بدات الكومبليكيشن تصير مع البكتيريا المينينجايت لانها ربط كورس بروجريسيف وسيفير انفكشن، فهي اللي بتدي لك المست دينجرس كومبليكيشنز. ممكن يصير في ديث نتيجه الهيرنيشن سكندري تو سيريبرال ايديما، في ايديما ده هيرنيشن ده ديث. او يكون في هيدروكيفالس نتيجه، ليش يكون في هيدروكيفالس في حاله المينينجايتس؟ الفايبروسيس في السب اركنويد جرانيوليشنز يصير فيها فايبروسس نتيجه الانفلاميشن، فما عادش في ريزوربشن. او هيرنج لوس نتيجه الفايبروسس اللي يصير على الفرامنه بتاع النيرفس، النيرف انتري في داخل الكرينيا الفصه، فيصير فيها فايبروسس فيجي لك كومبريشن على النيرف او سيجر او هذه كلها كومبليكيشنز لها علاقه بالفايبروسس. هذه امبورتنت بيكتشر ممكن تجي حتى في العملي. برين تيشو لاحظوا فيه اكزوديت، الاكزوديت هذا تحس فيه وايتش ديسكالريشن في المينينجيز نتيجه اكوموليشن اوف بس. وهنا في بس ات ذا بيز اوف ذا برين، هذا كاركترستيك في حاله تيوبركولوس ايوه تيوبركولوس مينينجايتس. احيانا طبعا هذا سيريبرال ابسس لما تلقى فيه لوكالايزد سابيوراتيف انفلاميشن في داخل البرين بارانكيما، فهذا السيريبرال ابسس ممكن يكون سكندري للمينينجايتس ككومبليكيشنز، تنتقل الانفكشن من المينينجيز الى داخل البرين بارانكيما وتسبب لك في سيريبرال ابسس. اذا البرين ابسس شنو الديفينيشن؟ الابسس كاي ابسس في الجسم هو عباره عن لوكالايزد اريا اوف سابيوراتيف انفلاميشن. تمام اللايننج بتاعها شنو بيكون؟ ايوه في الاذر سيستمز بيكون جرانيوليشن تيشو، في حاله البرين بيكون جلايل تيشو. الايتيولوجي اللي هي البيوجينيك اورجانيزمز السافيروكوكاي ستريبتوكوكاي روت اوف سبريد، ممكن يكون سيبتيك امبولاي من اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، ممكن هيماتوجين سبريد، ممكن دايركت سبريد. والماكرو بتاع الريجولار كافيتي وذ بس، والكومبليكيشنز كرونيك ابسس انكريزد intracranial pressure with herniation, rupture meningitis, ventriculitis, inflammation of the brain ventricles, cavernous sinus thrombosis. يعني هذه كلها ممكن إذا بصل بالcomplications. Brain abscess okay لكن meningitis أهم. Meningitis أهم ومور common ومور dangerous than cerebral abscess. فركزوا على meningitis كويس. ننتقل الآن على cerebrovascular disease. Cerebrovascular يعني diseases of brain due to vascular problems. في عندي vascular problems. Neurological deficit due to cerebrovascular compromise. في decrease in blood supply in the brain نتيجة cerebrovascular compromise. Major cause of morbidity and mortality.
من أهم الأمراض وأخطر الأمراض المنتشرة وأكثرها، والموست كومن كوز أوف مورتاليتي أند موربيديتي إن جنرال، بتجيك أول حاجة الكورونري أرتري ديزيز، وبعدين تجيك السيريبرال أو السيريبروفاسكولار ديزيزز. أوكي، فمهمة جدا. أسبابها 85% إسكيميا، 15% هيموراج. أوكي، والنيورون زي ما عارفين إن هايلي سبيشاليزد سيلز وتحت وما تتحملش الإسكيميا، ففي خلال توالي هتفقد الفانكشن بتاعها، والنكروسس في خلال 3 إلى 5 دقائق من الإسكيميا. أوكي، فقلنا فيه إسكيميك ستروك وفيه هيموراجيك ستروك، سيريبروفاسكولار ديزيز كلينيكال تسمى ستروك. ففي الاسكيميك وفي الهيموراجيك، نبدو بالاسكيميك اللي هي مور كومن ومور امبورتنت. الاسكيميا تختلف بحسب اذا كان هي جلوبال او فوكال، يعني جلوبال افكتنج ذا هول برين والا فوكال افكتنج سبيسيفيك اريا اوف ذا برين. في حاله الجلوبال سيريبرال اسكيميا شنو السبب بتاعها؟ يعني حاجه جنرالايز ادت الى ديكريز البريفيوجن بشكل عام، لو بريفيوجن ستيتس زي الاثيروسكليروسس، لما يكون اثيروسكليروسس انها ميجر ارتري زي الانترنال كاروتيد، معناها ان ذا انتاير برين تيشو ويل بي افكتد. اكيوت ديكريز في البلاد فلو في الكارديوجينيك شوك، صار مثلا مايوكارديال انفاركشن، صار معاك كارديوجينيك شوك، حصل فيه ديكريز سبلاي على البادي بالكامل مش غير البرين، لكن البرين اول اورجن حيتاثر. كرونيك هايبوكسيا زي في حاله السيفير انيميا، أو repeated episodes of hypoglycemia، يعني الجلوكوز مهم للنيورونز، فلما يكون في تيومر في البنكرياتيك آيلة زي الإنسولينوما، يطلع في إنسولين بكميات كبيرة، إنسولين بينزل الجلوكوز، فيصير في attacks of hypoglycemia. هذه كلها أسباب للglobal cerebral ischemia. بقى clinical feature، شو المانيفستيشن اللي بتظهر على البيشنت؟ على حسب السيفيريتي، على حسب السيفيريتي، كان هي mild or moderate or severe. إذا كان هي مايل ترانزنت كونفيوجن وذ برومبت ريكفري، كونفيوجن بسيط يعني هيك. إذا كان هو سيفير معناها بيكون في ديفيوز نيكروسس، نيكروسس في معظم البرين، يوجوالي ليدنج تو ديث اند سرفايفل ليد تو فيجيتيف ستيت. إف مودريت، لو كان هي مودريت اسكيميا معناها بيأثر على المناطق الأكثر حساسية أو المور فالنربل، المور فالنربل تو نيكروسس. شنو هي الاريا هذه؟ الووتر شيد اريا، وكلمه ووتر شيد يعني هي المنطقه اللي ما بين الانتيرير والميدل سيريبرال ارتري. يعني كيف لما يقول لك ووتر شيد اريا؟ المنطقه اللي تاخذ، شوف معي، هذا منطقه الانتيرير سيريبرال ارتري وهذه منطقه الميدل سيريبرال ارتري، ابعد منطقه يعني في النص في منطقة التقاء التو ارتريز، هذه يسموا فيها ووتر شيد، اللي هي آخر منطقة حيوصلها البلاد سبلاي من الجهتين. فهذه حتتأثر أول وحدة، هذه يسموا فيها ووتر شيد اريا، اللي هي ووتر شيد اريا ما بين الأنتيريور سيريبرال ارتري وما بين الميدل سيريبرال ارتري تيريتوري. تمام. ايضا الدمج تو هايلي فالنربل ريجنز اوف ذا برين، اللي هم البيراميدا النيورونز في السيريبرال كورتكس، اللي هم ليرز 3 و5 و6، وهذا يسموه فيه لامينر نيكروسس، يعني النيكروسس يكون على هيئه مستويات لامينر نيكروسس في ليرز 3 و5 و6. ايضا البيراميدا النيورونز في الهيبوكامبس والباركنجي لير اوف سيريبيلا، هذوما الليرز اللي هم هاي ليفرابل تو نيكروسيس وهاي ليفرابل تو اسكيميا، لانهم فيري سبيشاليزد او فيري سنسيتيف للاسكيميا، فبيتاثروا اول مناطق. هذه نلقوها في حاله المودريت اسكيميا او المودريت جلوبال سيريبرال اسكيميا. واضحه؟ اذا هذا بالنسبه للجلوبال. اذا الجلوبال بشكل عام قلنا هي اي حاجه تؤثر بديكريز البلاد سبلاي بشكل عام على البرين تيشو. الكلينيكال فيتشر فيه مايلد وفي سيفير، هذه ما سهلات، مايلد ما فيهاش مشكله، سيفير في العاده ديت، مودريت بيأثر لك على المناطق اللي هي موست فلنربل، وقلنا هي الووتر شيد اريا والبيراميدال نيورونز سواء في الكورتكس ولا في الهيبوكامبس والباركنجيليير اللي في السيريبيلا. اذا كان هي فوكال وهذه هي الموست امبورتنت
والموست دينجرس فوكال لما يكون عندك جزء معين من البرين صار له اسكيميا فوكال اسكيميك ستروك بيصير له نيكروسس ويؤدي في النهايه الى ليكويفاكتيف نيكروسس. فريجنال اسكيميا تو ذا برين وذ فوكال نيورولوجيكال ديفيسيتس لاستنج مور ذان 24 اور. ليش؟ لان لو كان النيورولوجيكال ديفيسيت اقل من 24 ساعه يعني شخص مثلا فقد القدره على الحركه لكن الفقدان هذا استمر 5-6 ساعات وبعدين رجعت يده تتحرك فيها عادي. شو معناها هذه؟ هذه ترانزنت اسكيميك اتاك. شو صاير؟ شو صار فيها هذه؟ صار في نيكروسس في النيورونز. ما صار شيء نيكروسس، انا صار في اسكيميا ترانزنت اسكيميا، النيورون فقد الفانكشن بتاعها مؤقتا لكن رجعت البرفيوجن مره ثانيه فرجع النيورون يعني ليش للعمل من تاني ما صارش فيه نيكروسس ولهذا هو رجعت الفانكشن بتاعها. فهذه سموا فيها ترانزنت اسكيميك اتاك. اوكي سب تايبز اوف فوكال اسكيميك ستروك يعني الاسباب اللي تؤدي الى فوكال اسكيميك ستروك يا اما ترومبوتيك ستروك يعني صار فيه ترومبوسس في الارتري يا اما امبوليك يعني صار في ترومبو امبوليزم ترومبوس تكون في مكان ثاني وبعدين مشت الامبولاي للبرين يا اما لاكيونر ستروك. تمام مهمه جدا هذه. نجي اول حاجه للترومبوتيك ستروك. ترومبوتيك ستروك يعني تكونت ترومبوس في نفس المكان اللي يغذي في البرين تيشو. هذه في العاده تصير نتيجه رابشر اوف اثيروسكليروتيك بلاك يعني عندك اثيروسكليروسيس صاير موجود في السيريبرال ارتري وصار فيه رابشر وتكون عليه ترومبوسس. هذا بيصير في البرانش بوينت البايفركيشن اوف انتيريا كاروتيد ارتري والميدل سيريبرال ارتري ان ذا سيركل اوف ويلس ريزلتس ان بيل انفاركت ات ذا بيريفري اوف ذا كورتكس. بيعطيك بيل انفاركت لان هذا بيسكر لك خلاص ترومبوسس حيسكر البلد سبلاي ما عادش فيه كلوجر ما عادش فيه ما عادش فيه تريتوري ما عادش فيه فهنا بيعطيك بيل انفاركشن. الامبوليك ستروك يعني تكونت الترومبوس في مكان ثاني وبعدين الترومبو امبولاي هي اللي سكرت السيريبرال ارتري. موست كومن سورس يعني منين بتجينا الترومبو امبولاي؟ من هارت طبعا لان البرين سيستميك اورجن فهي بتجيك منين؟ من الليفت سايد اوف ذا هارت. تكون ترومباي في الليفت سايد اوف ذا هارت وين اشهر مكان يتكون فيه؟ في الليفت اتريوم اللي هو في حالة الاتريال فيبريليشن ويتكون في الليفت اتريال ابندج في الابندج بتاع الليفت اتريوم هو اللي او الاوريكل هو اللي يتكون فيه وبعدين تطلع. او مثلا الليفت فنتركل صاير فيه مايوكارديال انفاركشن تكون ترومبس النيورال ترومبس على مايوكارديال وول وبعدين صار فيه امبولاي. هذا الموست كومن سورس يوجوالي انفولفز الميدل سيربرال ارتري ريزلتس ان هيموريجيك انفاركت. ليش؟ لان في فيبرينوليتيك ميكانيزمس لما تجي الامبولس متسكر هتشتغل فيبرينوليتيك سيستم هيشتغل فهو دالك اسكيميا وبعدين الفيبرينوليتيك سيستم كسر الامبولس هذه فرجع للبلد سبلاي لكن الاريا اوريدي نيكروتيك هي صار في اسكيميا اكثر من يعني 3 الى 5 دقائق قلنا يصير في نيكروسس فيعطيك هيموريجيك انفاركشن. اوكي فترومبوتيك والامبوليك واضحات. نجو توا للاكيونر. كلمه لاكيونر يعني مساحه صغيره لاكيونر يعني توا ترومبوتيك والامبوليك في العاده لارج اريا اوف ذا برين افكتد لكن لاكيونر مساحه صغيره من البرين والبي افكتد. فاللاكيونر ستروك هذه بتصير سكندري تو هيالاين ارتريولوسكليروسيس. اوكي وين الهيالاين ارتريولوسكليروسيس؟ في اللنتيكولوسترايد فيسلز. لو نشوفوها وين اللنتيكولوسترايد فيسل؟ هذه اللنتيكولوسترايد فيسل ها هذه اللنتيكولوسترايد فيسل هي سبلاينج البيزل جانجليا. الاريا هذه لو تتذكروا احنا قلنا الهايبرتنشن الكومبليكيشن بتاعها على سمول ارتريز بيدير لنا هيالاين ارتريولوسكليروسيس. الهيالاين ارتريولوسكليروسيس بيدير لك شنو؟ سيفير ناروينج اوف ذا ليومن فبيدير اسكيميا بيدير كرونيك اسكيميا وبعدين نتيجه البروجريسيف ناروينج
فبيصير في نيكروسس، نيكروسس في الاريا، لكن النيكروسس بيكون صغير جدا، يعني مساحة صغيرة جدا نيكروتيك، لأن الفيسلز هذه صغيرة هي، فيصير فيها لاكيونر، لاكيونر انفاركت، هذه اسمها لاكيونر انفاركت، تلقاها في المنطقة بتاعت البيزل جانجليا، هتشوفها في المنطقة هذه، يعني سمول اريا اوف ليكويفاكتيف نيكروسس، هذه اريا صاير فيها نيكروسس نتيجة لاكيونر انفاركشن. إذا هي affecting the lenticular striate pathway والlenticular striate vessels وبتعطيك اللي هي small cystic space تصير فيها liquefactive necrosis. أوكي، شنو الكوز نتاعها هذه؟ الهايبرتنشن. ما هي؟ يبقى الهايبرتنشن يعتبر مسبب رئيسي في السيريبروفاسكولار ديزيزز، وممكن يدير لنا النوعين، يدير سكيميك ويدير هيمورجيك في نفس الفيسل هذه، نفس الفيسل يعني انتيكولوس سيريات فيسل، اذا كان مسكرها بالهايلاين ارتريولوس كيريروسس حيعطيك اللاكيونر ستروك، وهذه اسكيميك تايب، وكان هدار فيها ميكرو انيوريزم يسموا فيها بوشارد شارت بوشارد ميكرو انيوريزم، بعدين صار فيه ربشر وصار فيه هيمورج فبيعطيك هيمورجيك تايب اوف ستروك. فالهايبرتنشن مهم، تنسوش هايبرتنشن، لاكيونر ستروك، شاركت بوشارد ميكرو او ميكرو انيوريزمس، هذه كلها مرتبطه بالهايبرتنشن. يعني لو جاكم سؤال في النقطه هذه حيسال على الايتيولوجي، الايتيولوجي هو الهايبرتنشن. لو جاك سؤال مثلا على الامبوليك ستروك، امبوليك ستروك في العاده ترومبو امبولاي منين؟ من ليفت سايد اوف ذا هارت، يعني ركز على الايتيولوجي. يعني لو بيجيك سؤال في العاده حيجيك على الايتيولوجي، شنو السبب نتاعها؟ فاللاكيونر ستروك ما ننسوش الهايبرتنشن. اوكي، انفولمنت اوف ذا انترنال كبسول بيور موتر ستروك، وانفولمنت في التلمس بيعطيك بيور سنسوري ستروك. طبعا السيريبروفاسكولار ديزيز لما يتكون اللي هو الفوكال اسكيميك ستروك، شنو بيكون نوع النيكروسيس؟ ليكويفاكتيف نيكروسيس، ولا ليكويفاكتيف نيكروسيس. بايشنية التغيرات اللي بتصير في البرين تيشو نتيجة الإسكيميا؟ شنو التغيرات؟ زي ما خذينا في الميوكارديال انفاركشن، قلنا أقل من 1 دي، من واحد من 1 دي إلى 1 ويك، وبعدين من 1 ويك إلى 1 مانت، وبعدين مور دان 1 مانت. أقل من 1 دي شو بيكون عندك فيه؟ بيكون هو الريد نيورونز اللي هو ايزينوفيليك تشينج في نيورونز، ريد نيورونز. طبعا لما ايزينوفيليك تشينج يعني نيورونز ايزينوفيليك، احنا قلنا الايزينوفيليا دي علامه النيكروسس، ان النيورون بيموت، زياده الايزينوفيليا يسوي فيها ريد نيورونز 12 اورز افتر ذا انفاركشن، يموت في اقل من 24 ساعه، يعني اقل من 24 ساعه، اقل من 1 دي حيكون في نيكروسس. النيوتروفيل من 1 الى 3 دايز، بعدين بتخش الماكروفاجز، ماكروفاج اسمها مايكروغلايال سيلز اللي هي من 4 تو 7 دايز، بعدين بيبدا جرانيوليشن تيشو اللي هو هنا مثل جلايوس، ما عنديش جرانيوليشن تيشو في البرين لكن عندي بروليفريشن اوف جلايال سيلز. اوكي، فهي نفس السيكونس بتاع الميوكارديال انفاركشن حيتكرر معايا. formation of fluid filled cystic spaces surrounded by gliosis. هنشوف الصورة بتاعها، هذه الكلاسيكال بيكتشر اللي خديناها في الشابتر الأول بتاع السيل انجوري، قلنا liquefactive necrosis of the brain due to ischemia. اوكي، اوكي، يبقى هيك نكون خلصنا الاسكيميك، ننتقل الان للهيمورجيك. هيمورجيك ستروك، هيمورجيك ستروك في نوعين، يا اما انترا سيريبرال هيمورج، هيمورج في داخل البرين باراكيمايت سيلف، يا اما سب اراكنويد، فالسب اراكنويد سبيس، وكل وحده عندها سبيسيفيك ايتيولوجي، ركزوا عليها. اوكي،
الانتراسيريبرال هيموريج شنو السبب نتاعها؟ ربشه للشاركوت بوشارد مايكرو انيوريزمس. فنرجع مره ثانيه للانتيكولوستريات بلاد فيسلز اللي هي سبلاينج اللي بتطلع من الميدل مينينجيال ارتري وسبلاينج البيزال جانجليا، وهذه السمول فيسلز از هايلي افكتد باي هايبرتنشن. فممكن يا اما يتكون هيالاين ارتريولوسكليروسس بيسبب لك في لاكيولار انفاركت، يا اما يصير فيها مايكرو انيوريزمس بيصير فيها ربشر وتعطيك تشاركوت بوشارد مايكرو انيوريزم وربشر يعطيك هيموروج. هيموروج في منطقه البيزل جانجليا. اوكي، فاذا الهايبرتنشن از ا ميجر كوزاتيف ايجنت للانتراسيريبرال هيموروج. والتريتمنت ريديوس الانسيدنس باي هاف، يعني هيز ا بريفنتبل ديزيز. لما البيشنت دي لها كنترول للبلد بريشر انت بالتالي حتنقص من الانسيدنس والريسك نتاع الانتراسيريبرال هيموروج. والسايت الكومن سايت وين بيكون؟ في البيزل جانجليا. أني تعبان رغبتي إن شاء الله نقدر نكمل معكم. أوكي، presentation severe headache ونوزيا وvomiting وeventual كوما. تمام، تو عرفنا سبب الانتراسيربلر هيموريج. نجو تو للسب أراكنويد هيموريج اللي هو bleeding في السب أراكنويد سبيس. والبريزنتيشن في العاده يجيك دي سادن اونست اوف فيري سيفير هيدك، وعاده في الفيميل، وعاده بيكون مصحوب بنيوكال ريجيديتي. نيوكال ريجيديتي تصلب في الرقبه، نيوكال ريجيديتي نتيجه الاريتيشن اللي يصير في المينينجيال ليرز. نيوكال ريجيديتي حيسبب باهي الدياجنوسيس لامبر بانكشر. لما تسحب السي اس اف فلويد باللامبر بانكشر هتلقى فيه زانتوكروميا، تغير في اللون اللي هو يولي يلوش كالر دي تو بيليروبين. الكوزز اهم سبب للسب اركنويد هيموريج هو ربشر اوف بيري انيوريزم، وبعدين في اذر كوزز زي الاي في مالفورميشن والانتي كوجولاتد ستيت مش مهمه، لكن اهم حاجه البيري انيوريزم. بايت شنو البيري انيوريزم؟ ايوه كونجينيتال انومالي absence of media layer في blood vessels في anterior circle of Willis. فهذا حيتكون فيها congenital aneurysm واسمها بري. شو معنى بري؟ زي الكرز، زي شكل الكرز بالضبط. هذه كلمة بري فواخد الاسم بتاعها من الشكل هذا، عبارة عن thin walled saccular outpouching lacking media layer with increased risk for rupture ومست فريكوينتلي لوكيتد في الانتيريور سيركل اوف ويلس. يعني كل النقاط مهمه دي ما تنسوهاش، وين السايت نتاعها وشنو الباثوجينيسيس نتاعها وشنو الاسوسيشن اللي معاها. مهمه راهي الاسوسيشن بالذات دائما ذاتي في الاسئله. اسوشيت ويز مارفان سيندروم والاوتوزوم البوليسيست دومينانت بوليسيستيك كيدني ديزيز. اوكي، مارفان سيندروم شنو بيجي معاه ثاني؟ مارفان سيندروم شنو other pathological diseases؟ mitral valve prolapse. شنو ثاني؟ aortic dissection. تنسوش شيء مهم جدا، والبيري انيوريزم مهمة جدا. اوكي، ننتقل الان للتروما. Traumatic diseases of the brain. وهنا بنتكلم على التروما من ناحية الهيموروج، البليدنج اللي بيصير نتيجة التروما. وعندي نوعين مهمات يصيرن اللي هم الإبيديورال هيماتوما والسبديورال هيماتوما. إبيديورال هيماتوما كولكشن اوف بلاد ما بين الديورا والسكال. أهم نقطة نعرفها فيه هو الكوز. It is a rupture of middle meningeal artery. Rupture of middle meningeal artery اللي هو موجود ما بين السكال وما بين الديورا. والفراكشر بتاع البون هو اللي بيدير لك رابشر. وبما أن هو rupture of artery والارتري هاي blood flow، فهنا البلد هيقعد يتجمع بقوة.
فبس لما تدير سي تي ولهيك اي مريض سوري اي شخص يصير له تروما على البرين نتيجه حادث سياره او اصابه او سقوط غير لازم يدير سي تي برين بيشوف هل فيه هيموريج ولا لا. كيف يظهر شكل الهيموريج؟ يسموا فيها لينز شيبت، لينز شيبت كولكشن. لاحظ الايه يعني باللون الابيض هذا الهيموريج، ولاحظ ان الطرفين ماسكات في الديو في الفسكل لان الديوره ماسكه في السكل هي اتاشمنت، فالبلد يقعد يتجمع 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 في المنطقه هذه فيدير في كومبريشن على البرين يعطيك اللينز شيبت الشكل هذا اللينز شيبت هذا. باه في اثناء الفتره هذه الديوره ماسكه بقوه في السكل، ما يكونش في كومبريشن كبير على البرين، فالبيشنت حيقعد في اليوسيد انترفل يعني بعد الاصابه مباشره ممكن يكون في شويه اعراض وبعدين يخش في اليوسيد انترفل تختفي الاعراض، يعني المريض يشعر بان ما فيش ولا حاجه، يشعر بان ما عندهش اي اصابه، مرات حتى بيعدوا يصوروا يقول لا ما تصوروليش انا ما فيها شيء، بينما هو عنده بليدنج قاعد يتجمع وين فوق الديوره، بعدها بساعات يصير صدم كولابس. ليش؟ لان البلد اللي تجمع بقوه وبارتيريال بريشر في المنطقه هذه بينزل مره واحده بيصير في ديتاشمنت في الديوره وبيدير في برين هيرنيشن وصدم ديت. فهذه اسيمتوماتيك في اليوسيد انترفال فولويد باي سيفير سيمتومز اند سم تايمز ديت دي تو هيرنيشن. كلاسيكال سيناريو في الابيديورال هيماتوما. Presentation elucid interval may precede neurological signs. Communication herniation. Okay. بعكس هالصبي ديورة الهيماتوما بتكون venous blood. وبما أنها venous blood يعني بيكون very slow. لو هنا البلد هيتجمع وين؟ Collection of blood underneath the diura. تحت الديورة. يعني ما بين الديورة ما بين الأراكنويد. والبلد covers the surface of the brain. لأن هنا ما فيش التاشمت ما بين الديورة وما بين الأراكنويد. فانا البلد حياخد الشكل بتاع البرين، فلما تدير السي تي حيكون شكله كريسنت شيب. ها الشكل هذا كريسنت شيب بالضبط. ها الشكل هذا يعني البلد حينساب وحياخد الشكل بتاع البرين وحيقعد يتجمع سلولي 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 على حسب كميه الربشر اللي صايره. فالبرزنتيشن بروجريسيف نيوزيكال ساين يعني فيري سلو بروجريسيف مستمره مستمره مستمره، يعني كل ما تزيد كميه البلد كولكشن بيزيد النيوروجيكال ساينز عند البيشنت. انكريز ريسك في الالديرلي، لان في الالديرلي في اتروفي في البرين، بما ان في برين اتروفي معناها شو بيصير ستريتشنج ما بين الديوره وما بين الاركنويد في ستريتشنج، فهذا يخلي الفينز فلنربل تو رابشر او الشيكن بيبي سندروم بالضبط، والاكسلريشن ديسلريشن انجري. اوكي يعني كلها مشروحه في الفيديو. والكحول حتى هو، فدي كلها ريسك فاكتورز فور سب ديورال هيماتوما. الكومبليكيشن طبعا هيرنيشن اندث، لكن هنا الهيرنيشن بياخذ وقت مش كيف الابيديورال. الابيديورال بيكون صدم سيفير لان مننج لان ارتيريال بريشر البلد بيتجمع بسرعه. اوكي هذا الجزء الثاني من المحاضرة. اوكي الجزء الثالث من المحاضرة اللي هو تكلموا فيها عن الديمايلينيتنج ديزيزز والديجنريتيف ديزيزز اوف ذا برين. ديمايلينيتنج اللي هي ديزيز اوف ذا وايت ماتر، والديجنريتيف اللي هي ديزيزز اوف ذا جراي ماتر. ديمايلينيتنج ديزيزز The myelinating disorder are characterized by destruction of myelin sheath or oligodendrocytes. Okay, you have destruction sign في myelin sheath أو في oligodendrocytes. وزي ما عارفين myelin sheath مهم. المايلين هو بيغطي الأكسون وهو مسؤول عن نقل الإشارات العصبية. Improving the speed and efficiency of conduction. يعني لو صار في destruction في myelin sheath معناها impaired signal كوندكشن في الاكسون. المايلين شيت من يصنع فيه في السنترال نيرفس سيستم تصنع فيه اوليغودندروسايت، وفي البريفرال نيرفس سيستم تصنع فيه الشوان سيلز. تمام يبقى عرفنا ان الدي مايلينيتنج دي كلمه دي
يعني إزالة مايلينيتنج المايلين، إزالة المايلين شيث، هذا باختصار يعني دي مايلينيتنج ديزيزز. أهم مرض عندي في الدي مايلينيتنج ديسوردر اللي هو المالتيبل سكليروسز. مالتيبل سكليروسز إز أن أوتو أميون ديزيز، فيه أوتو أميون ليمفوسايتس بتهاجم المايلين شيث وبتهاجم الأوليغو دندروسايتس، تمام؟ فهو أوتو أميون ديستركشن للمايلين والأوليغو دندروسايت، هو الموست كومن كرونيك سينس ديزيز أوف يانج أدلتس من 20 30 سنة، هذه من إيج إفكتيف مور كومنلي إن فيميلز، وعنده جينيتيك سسبتيبلتي معروفة يعني اتش اي اتش ال اي دي ار 2، وبيسي وعنده انفايرومنتال تريجرز من ضمنها اللي هي الفيتامين دي ديفيشنسي، فنلقوه في المناطق البعيدة عن خط الاستواء اللي هم ما عندهمش تعرض لأشعة الشمس. اوكي، والكلينيكال فيتشر اللي هو بيجي على هي الاتاكس ريميشن اند ريلابس، ريميشن اند ريلابس اوف نيورولوجيكال ديفيسيت، يعني المريض بيصير نيورولوجيكال ديفيسيت وذ بيريد اوف ريميشن. شنو هي النيورولوجيكال ديفيسيت اللي بتصير؟ اللي بتصير يا اما الفيجن افكتد، يعني يصير له بلارد فيجن ان وان اي اوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف بيصير له ديمايلينيشن، او يصير في فيرتايجو سكانينج سبيش اذا كانوا انفولفمنت في البرين ستيم، او بيصير في هيمي باريسز ويكنس ان وان سايد اوف ذا بودي اور يونيلاترال لوس اوف سنسيشن اذا سواء موتور او سنسوري. يعني تلاحظ ان السيمبتومز هذه وايدلي فاريبل. اي روفتالموبليجيا صح مزبوط، حتى هي تصير الانفولفمنت بيكون هايلي فاريبل، بيعتمد على الريجن اللي افكتد في البرين، اذا كان هي سنسوري، اذا كان هي موتور، اذا كان هي اوتونوميك. وبعدين بعد ما الاتاك تختفي يصير فيه ريجينيريشن للمايلين شيث، لكن مش اوبتيمال، الريجينيريشن حيكون سب اوبتيمال، البيشنت حيكون عنده ريزيدوال ديسابيليتي، معناه لو صار له في الاول فقدان للنظر وبعدين رجع للنظر متاعها مش حيرجع 100%، حيرجع قول 80%، بعد فترة تصير له اتاك ثانية ويصير له ضعف أكثر ويشفى، لكن ديسابيليتي بتزيد، يقعد النظر متاعها 50%، وهكذا مع الوقت حيلقى المريض نفسه يعني في هاي ديجري اوف ديسابيليتي. اوكي، إذا السيناريو متاعها لو جاك في الامتحان حيقول لك young female وعندها recurrent attacks of focal neurological deficit. شو معنى كلمة focal؟ يعني حاجة معينة، يا إما sensory يا إما motor يا إما autonomic، دي focal neurological deficit. وبعدين صار لها remission تحسنت، وممكن بعد فترة صار لها attacks ثانية وهكذا. يعني شنو هو most likely diagnosis؟ اللي هو بيكون multiple sclerosis. الدياجنوسيس بالام ار اي تشوف البلاكس اللي هي ارياز اوف وايت ماتر دي مايلينيشن، الام ار اي هذا الدياجنوستيك اوف تشويس. النمبر بنكشر حتلقى فيها سي اس اف، حتلقى فيه زياده في الليمفوسايت، لانه قلنا اوتو اميون ديزيز سيل ميديتد اوتو اميون ديزيز، تلقى فيه الليمفوسايت. انكريز اميون جلوبولين حتلقى فيه ايضا انتي باديز موجوده. بيزك مايلين بيزك بروتين اللي هو ديجريديشن برودكت من مايلين شيت. A gross examination show gray appearing blocks in the white matter. شوف معايا الاريا دي. هذا الفنتريكل وهذه الاريا هذه اللي عليها السهم، هذه المفروض انها تكون white matter، تكون لونها ابيض زي المنطقه المجاوره لها، لكن اللي صاير هنا انها gray، لانها صاير فيها gliosis، هذه صاير فيها destruction في المايلين شيث وبعدين صار لها gliosis فاصبح شكلها gray بلاك، سوف فيها جري بلاكس. اوكي، فحتلقى سكتر لو تشوف هذا الكروس سكشن في البرين تحت هذا الفنتريكل، واللي حواليه هذا المفروض كله يكون وايت ماتر باهي. فتلاحظ ان في اللي عليه الاسهم هذه كلها، الاسهم هذه كلها عباره عن لارج اريا اوف جري بلاك. هذه الاريا هذه صاير فيها كاين صاير فيها ديستركشن في المايلين شيت، وبعدين صاير فيها وبعدين اصبح فيه هيلينج بالجلايوسيس أصبحت جري بلاك.
هذه علامة على أن المنطقة هذه صاير فيها شنو؟ مالتبل سكليروسس. وهذه صبغة خاصة ايه اتاك بريفيس اتاك، هذه اللوكزول فاست بلو بالضبط، هذه بتصبغ المايلين شيت باللون الازرق، فتلاحظ الارياز البيضة هذه كلها ارياز صار فيها ديستركشن في المايلين شيت، فاصبحت فقدت الصبغة بتاع اللون الازرق. اذا هذا المالتيبل سكليروسز التريتمنت طبعا اذا كانوا اكيوت اتاك بتنزل الاميون سيستم بسرعه، تعطي هاي دوز ستيرويد، واذا كانوا على اللونج تيرم بروفيلاكسس تعطي انترفيرون بيتا اللي هو نوع من السيتوكاينز اللي هو ينقص من الريكرنس اوف اتاكس. اذا في المالتيبل سكليروسز اكثر ما يهمني اللي هو اتيز دي مايلينيتنج ديزيز، اوكي السبب بتاعها هو اوتو اميون ديزيز في ديستركشن في المايلين شيت والاوليجودندروسايتس. الكلينيكال فيتشر باش تفهم السيناريو وتعرفها، يعني كيف بيجيك السيناريو بتاعها، ينج فيميل وفي ريكرنت اتاكس اوف فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، كل مره بشكل، مره فيجن، مره سنسوري، مره موتور، مره اوتونوميك. يعني وبيطلب منك الدياجنوسيس، شنو الموست لايكلي دياجنوسيس؟ هو هذا هو السؤال، يعني لو بيجيك بيطلب منك الدياجنوسيس. بالام ار اي ديجنوز بالام ار اي، اوكي. الديجنريتيف ديسوردرز اللي هي الديزيز اللي تصير في الجري ماتر، الجري ماتر شنو عندنا؟ النيورونز، معناها في هنا ديستركشن صاير في النيورونز. الديستركشن صاير في النيورونز. اوكي. إذا degenerative brain diseases it is characterized by loss of neuron within the gray matter often due to accumulation of protein which damages the neurons. تمام، نعرف the principle في death of neurons، سبب الdeath هو abnormal accumulation of proteins. تمام، وتو بعدين بنعرف انواع البروتين لانها مهمه، شنو هي البروتين هذه اللي بتتجمع وبتدير للدث للنيوروز. اذا كان الديجنريشن صار في الكورتكس بيعطينا ديمنشيا، لان الكورتكس هذه هي الهاير سيريبرال فانكشن، فيعطيك امبيرمنت اوف هاير سيريبرال فانكشن بيعطيك ديمنشيا او يسمى فيها الخرف. اذا كان هو في البرين ستيم، ديجنريشن في البرين ستيم، البرين ستيم في نيوروز مسؤولة عليه، برين ستيم والبيزا جنجليا، نيورونز مسؤولة عن الموفمنت، فأنا بتعطينا الباركنسونز ديزيز. اوكي. يبقى عندي تو كلاسيكال اكزامبل توا، الديجنريتيف ديزيز ذا كورتكس اللي هو الزهايمر ديزيز، والديجنريتيف ديزيز في البيزا جنجليا والبرين ستيم اللي هو الباركنسونز ديزيز. نجول الزهايمر ديزيز. شنو تعريفها؟ ديجنريتيف ديزيز اوف ذا كورتكس. It is the most common cause of dementia. Okay, it is a very common disease في old age. Clinical feature. Clinical feature بتاع الديمنشيا هي عبارة عن loss of skills and loss of learned skills، يعني الحاجات اللي انت متعلمها. اوكي، يعني في الاول يبدا بالشورت تيرم ميموري لوس، يفقد الذاكره القصيره، بعدين يفقد حتى الذاكره البعيده الشورت اللونج تيرم ميموري لوس، بعدين يفقد الموتور سكيلز، بعدين يفقد القدره حتى على الكلام، عشان يعرف حتى يتكلم، حتى يختار الكلمات ما عادش يعرف، فيصبح عنده بروجريسيف لوس للموتور سكيلز، لللانجويج، الى ان توصل به الى ان يقعد ميوت، ما عادش يقدر يتكلم، بيد ريدن، ما عادش يقدر يتحرك، فيري سسبتبل تو انفكشنز. اوكي، فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت ار نوت سين ان ايرلي ديزيز، لان ما عندهاش هو اسكيميا. فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت يعني في امبيرمنت نتيجه اسكيميا، فهذه ما عندهاش هو. الباتوجينيسز طبعا يقسم الزهايمر ديزيز الى سبوراديك وفاميليا. سبوراديك اللي هو المسكومه 95% من الحالات، الفاست ميجوريتي اوف كيسز
sporadic يعني is not inherited وبتكون في الاولد ايج related to elderly. الفاميليا هذه اللي بتظهر في early onset بتكون في young age باهي وبيكون نتيجه mutations بتكون في فاميليا الكيسز نتيجه mutation في some genes اللي هم بريسينيلين 1 and 2 وايضا في الداون سيندروم. اذا في فاميليا الكيسز نتيجه genetic mutations وايضا في الداون سيندروم يعتبر فاميليا. البيزك ديفيكت او البيزك باثوجينيسيس اوف الزهايمر ديزيز ات از ا تايب اوف لوكالايزد امايلويدوسيس. تتذكروا في الامايلويدوسيس وقسمناه الى جنرالايزد ولوكالايزد، والجنرالايزد قسمناه الى برايمري وسكندري. البرايمري بلازما سيل ديزيز برودكشن اوف ابنورمال لايت تشين، والسكندري سيرا الأمايلويد أسوشيتد بروتين ديو تو كرونيك انفلاميشنز. بعدين تكلمنا عن اللوكالايزد وقلنا بيكون في أورجان معين زي شنو؟ في الديابيتس تايب 2 صح؟ أمايلويدوسيس في الايلتس، في الزهايمر ديزيز في البرين، تيرويد في حالة ميدالاري تيرويد كارسينوما يكون في برودكشن اوف كالسيتونين، تجمع الكالسيتونين من البارا فوليكولار سيلز او السي سيلز. في حاله البرين هنا يبدا البيزك ديفيكت او الباثوجينيسيس في الزهايمر ديزيز هو ات از ا تايب اوف لوكالايزد امايلويدوسيس. شنو اسم الماده اللي تتجمع الامايلويد؟ شنو اسمها؟ اي بيتا امايلويد. اي بيتا امايلويد به. فالمادة هذه منين بتجينا؟ المادة هذه اللي هو اسمها أمايلويد بريكورسر بروتين، عبارة عن بروتين موجود على السيل ممبرين أوف نيورونز، كما بروتين طبيعي وعنده فانكشن معينة في السيل، في السيل جروث، بروموت السيل جروث، هيلبز نيورون جرو أند ريبير. تمام. والبروتين هذا عنده ميكانيزم معينة في الديجريديشن اللي هي بتشمل الجاما سيكريتيز والالفا سيكريتيز، هذول تو انزيمز مسؤولات على عملية الديجريديشن. لما يكون في ابنورمال ديجريديشن اوف ذس بروتين، ابنورمال ديجريديشن هنا المشكلة، لما يكون في ابنورمال كليفج ما عادش يصير لا اشتري شنو؟ مع يصير ديجريديشن، مع يصير له بروبر ديجريديشن، فيتجمع يصير له اكوموليشن. وين اكوموليشن؟ برا ولا داخل الخليه؟ برا الخليه اكوموليشن. يبقى البيزك ديفيكت اللي تفهمه انه في ابنورمال ديجريديشن اوف بروتين كولد امايلويد بريكورسر بروتين. لما يكون في ابنورمال ديجريديشن لهالبروتين هذا حيسبب في تكوين ماده non-degradable اسمها A beta amyloid. أيوة. وهذه بتتجمع حوالين النيورونز برا الخلية في الانترستيشن سبيس، تتجمع وتدير كومبريشن عليه النيورونز وتسبب في death of neurons وimpairment للسيجنال conduction في البرين، فبتسبب لي في المشاكل هذه كلها. فهي عبارة عن localized amyloidosis. النقطة هذه مهمة جدا نفهموها كويس. باهي الميكانيزم بالضبط كيف الديجريديشن وكيف بيتم هذه مش مهمه. انت تعرف ان في ابنورمال ديجريديشن صاير في البروتين. المورفولوجيكال فيتشر لما يكون في ديث اوف نيورونز فهنا حيكون في عندك سيريبرال اتروفي. يبقى الكلاسيك اكزامبل اللي خديناه عليه السيريبرال اتروفي في الشابتر الاول تكلمنا عن الاتروفي، قلنا اكزامبل هو السيريبرال اتروفي ديو تو الزهايمر ديزيز. فيعطيك برين اتروفي وذ ناروينج اوف جايراي وايدنج اوف سانساي دايلاتيشن اوف ذا فنتريكل. وهذه الصوره بتاع الاتروفي هذه اللي عرضناها في الشابتر الاول، وقلنا فيه اتروفي اوف ذا برين وايدنج اوف سانساي وناروينج اوف ذا جايراي. اوكي، يعني واضح جدا المساحات ما بين الجيراي كلها متوسعه.
تمام. تو نجيو للمورفولوجيكال هول ماركس في حالة الزهايمر، هذه مهمة. نيوريتك بلاكس، كلمة نيوريتك بلاكس هي عبارة عن اكسترا سيلولار اكوموليشن اوف اي بيتا امايلويد. هوا نشوفوا هنا الصورة، هذه بصبغة خاصة اللي باللون الاسود، هذه عبارة عن الاي بيتا امايلويد اللي حكينا عليه. هذا الامايلويد اللي تكون خارج الخلايا، خارج النيورونز، وتجمع وسبب في كومبريشن وديث للنيورونز. هذا اسمها شيني نيوريتك بلاكس، وهي عبارة عن شيني اي بيتا امايلويد. عرفوها كويس الاسم هذا اي بيتا امايلويد، وهي نيوريتك بلاكس، والمصدر متاعها شنو هو؟ المصدر شو اسمه؟ الاوريجينال بروتين اللي تكون منه امايلويد بريكورسر بروتين، اي بي بي امايلويد بريكورسر بروتين. هذه المعلومات المهمة اللي لازم تعرفوهم. بعدين المادة هذه نفسها هو الامايلويد، بيصير ديبوزيشن في البلاد فيسل، وممكن يدير في ربشة. فنلاحظوا هنا هذا فيسل، وهذه صبغة شو اسمها الصبغة هذه؟ كونغوريد ديستين، صح عليك. كونغوريد ديستين تصبغ الامايلويد، ولا تقولنا تصبغ الامايلويد؟ تصبغ الامايلويد باللون الاحمر كونغوريد ديستين، فحتلقى فيه. فهنا شوف انا في البلاد فيسل، وهذه اللي هي النيوريتك بلاكس اللي حكينا عليها بالكونغوريد، اللي عباره عن بقع حمراء موجوده، هذه نيوريتك بلاك، وهذا بلاد فيسل صاير فيه ديبوزيشن للامايلويد. ايضا من ضمن الحاجات الاخرى اللي تتكون حاجه اسمها نيوروفيبريلاري تانجلز. تانجلز هي عباره عن انتراسيلولار اجريجيتس اوف فايبر كومبوز اوف هايبر فوسفوريليتد تاو بروتين. شوف معي الصوره هذه، هذا المنظر هيك نتاعها، كنت جيك كيف العمل يعني شنو السل هذه، وشنو الدياجنوسيس، ولا شنو الايتيولوجي. هذه اسمها نيوروفيبريلاري تانجلز، هذه عباره عن خليه نيورونز ومتجمع فيها ابنورمال بروتين اسمها هايبر فوسفوريليتد تاو بروتين، على هيئه تانجلز، على هيئه خيوط يعني فايبرز. شنو هو التاو بروتين هذا؟ تاو بروتين از ا كومبوننت اوف ذا مايكروتوبيول. It is the one component of the microtubule. كل خلية فيها مسارات لنقل المولكيولز، سموا فيها microtubules. التاو بروتين هذا أحد مكوناتها، مكونات الميكروتيوبيول. لما يصير فيه هايبر فوسفوريليشن، هايبر فوسفوريليشن يعني هذا كيميكال رياكشن، شنو التريجر بتاع الهايبر فوسفوريليشن؟ اللي هي الامايلويد بلاكس اللي تجمعت خارج الخلايا، بتعطي سيجنال للنيورون ان تدير هايبر فوسفوريليشن للتاو بروتين. تاو بروتين يصير له هايبر فوسفوريليشن ويتجمع مع بعض الكلامبنج بالشكل هذا، اهو بيكون لك الكلامبنج هذا، فهو يعتبر نون فانكشنال، بيعطل العمل بتاع الخليه وبتاع الميكروتيوبيول فانكشن، وبتتجمع التاو بروتين على هيئه نيوروفيبريلاري تانجلز. ما هي دي مهمة راهي، نيوروفيبريلاري تانجلز، هذين الباثولوجيكال فيتشر مهمة. نيوروفيبريلاري تانجلز، تمام؟ إذا هذه المورفولوجيكال فيتشر في حالة الزهايمر ديزيز. أوكي، هذين تعرفنا عليهم. الدياجنوسيس طبعاً هو كلينيكال دياجنوز بالنسبة للزهايمر ديزيز، كلينيكال دياجنوزز. باثولوجيكال دياجنوز اللي هو هذا بوست مورتم، يعني بعد الوفاة تدير تشريح وتدير باثولوجيكال، تاخذ سبيسيمنز وتشوف المورفولوجيكال تشينجز اللي حكينا عليها. اوكي، فهذا بالنسبه للزهايمر ديزيز. الزهايمر ديزيز اهم النقاط اللي فيه، اتز ذا موست كومن كوز اوف ديمنشيا، اتز ا تايب اوف لوكالايزد امايلويدوسز نتيجه اكوموليشن اوف اي بيتا امايلويد. نعرف البريكورسر بتاعها اللي هو الاي امايلويد بريكورسر بروتين، وصار له ابنورمال ديجريديشن فكون لك الاي بيتا امايلويد. الكوزس نتاعها يا اما بيكون سبوراديك اغلب الحالات، يا اما بيكون فاميليال، والداون سندروم احد اهم الاسباب اللي يصير معها ايرلي اونست الزهايمر ديزيز. ليش داون سندروم؟ لان الابدون بيكورس بروتين امايلويد بيكورس موجود على الكروموزوم نمبر 21 اللي هو اصلا موجود ب بصوره زايده ترايزومي، موجود عند الداون سيندروم، ففي اوفر برودكشن للبروتين هذا. تمام،
المورفولوجيكال فيشر نعرفوها كويس اللي هي البرين اتروفي البكتشر نتاعها والليجن اللي حتتكون في البرين اللي هي نيوريتك بلاكس ونيوروفيبريلاري تانجلز. بعدين عندي فاسكولار ديمنشيا وبيكس ديزيز مش مهمات. بعدين ننتقل تو للباركنسون ديزيز. باركنسون ديزيز اللي هو ديجنراتيف ديزيز في البيزا الجنجليوي الميد برين نتيجه لوس اوف دوبامينرجيك نيورونز ان ذا سبستانشيا نيجرا. سبستانشيا نيجرا اللي هي منطقه موجوده في البيزا الجنجليا وفي الميد برين هي بتعطي اشارات ل النيجروستريات الباثوي. نيجروستريات الباثوي بيطلع من السبستانشيا نيجرا الى استرياتا ولا هذه انيشيات الموفمنت السيجنال زادت انيشيات الموفمنت. لما تموت الدوبامينرجيك نيوروز اللي موجوده في الميد برين سبستانشيا نيجرا لما تموت ما عادش في دوبامين ما عادش في انيشيشن للموفمنت فالمريض بيجينا ب براديكاينيزيا. ممتاز براديكاينيزيا تمام. فالكلينيكال فيتشر اللي هي تريمر اللي هي ريستنج تريمر الريجيديتي اللي هي كوبوي ريجيديتي البراديكاينيزيا والبوسترال انستابيليتي اند شفلينج جيت. الباثولوجي لوس اوف بيجمنتد نيورونز في السبستانشيا نيجرا. هذه نورمال سبستانشيا نيجرا وفيها هاو بيجمنتيشن يعني الدوبامينرجيك نيورونز ار بريزنت. هذه ابسنت اوف دوبامينرجيك نيورونز فتلاحظ اختفاء الصبغه اللي هي البلاك بيجمنت ديسابير. شنو السبب؟ عرفنا احنا تو الباثولوجي هذا كله واخذينه في الفارم انتم الكلام الاول لكن اللي نعطوكم في الباثولوجي شنو السبب؟ accumulation of abnormal عطيتكمش في الفارم هذه ولا؟ احنا هذه بنركزوا عليها accumulation of abnormal بروتين شو اسمها البروتين هذا؟ الفا سينيكولين round eosinophilic inclusion of alpha synuclein اللي هو يسمى بالليوي بادي ما تنسوش الاسم هذا ليوي بادي ليوي بادي accumulation of alpha synuclein فلاحظوا هنا هذا النيورونز وفي accumulation of eosinophilic round material اللي هي اسمها الليوي بادي. شوف هنا اتش اي ستي شوز راوندد بينك سيتوبلازميك ليوي بادي هذا الليوي بادي هو اللي موجود في داخل النيورونز هنا عند النيورون سيربال كورتكس بيشن ديفيوز طبعا ديفيوز ليوي بادي ديزيز كانوا افكتد بس في البيزال جانجليا فهذه باركنسون كانوا انفولف حتى الكورتكس يسوي في ديفيوز ليوي بادي ديزيز افكت الكورتكس وافكت حتى الباركنسون ديزيز. ليوي بادز كان اولسو بي سين ان سبستانشيا نيجرا ويت باركنسون ديزيز اميونوستوكيميكال ستين help to recognize this protein. فهذا هو البروتين وهذا الاميونوهيستوكيميكال ستين اللي تصبغ الالفا سينيكولين. يبقى احنا شنو خذينا تو لحد الان من البروتينات؟ خذينا حاجه اسمها امايلويد بريكورسر بروتين والامايلويد والاي بيتا امايلويد هذينا في الزهايمر ديزيز ومعاهم التاو بروتين هذينا ثلاثه في الزهايمر وخذينا تو الالفا سينيكولين بروتين اللي بيكون لك النيوي بادي في الباركنسون ديزيز. تمام هذا كل ما يتعلق في الموضوع اللي هو الديمايلينيتنج ديزيزز اند ديجنراتيف ديزيزز. ننتقل الان الى اخر توبيك عندي ولكن من اهم التوبكس يعني اللي هو سينيس تيومرز لان الباثولوجي هنا له دور مهم جدا في دايجنوسيس اوف في الدايجنوز اللي هو سينيس تيومر. فكلاسيفيكيشن اوف سينيس تيومر اول حاجه نعرف الكلاسيفيكيشن على حسب السيل اوف اوريجن على حسب السيل اوف اوريجن. فزي ما عارفين احنا البرين في مجموعه من السيلز عندي اول حاجه الجلايال سيلز اللي هي السبورتيف تيشو ولا الجلايال سيلز اللي هي تشمل الاستروسايت والاوليغودندروسايت والايبنديمال سيلز والميكروجلايال سيلز. الثلاثة الأولات ديما مشهورات يطلع منهم التيومر. ما فيش تيومر منها. فعندك الأستروسايتوما وهي الموست كومن تايب اوف برين تيومر ان جنرال. في الشندر وفي الأدلتس لأنها فيها عدة أنواع هي تو نشوفوها. فالموست كومن تايب الموست كومن سيل يطلع منها تيومر في البرين بشكل عام هي الأستروسايت والأستروسايتوما هي الموست كومن تايب اوف تيومر في البرين. في البيدياتريك وفي الأدلتس.
وعندي اوليغودندروغليوما والابن دايموما والغلايوبلاستوما. باه في عندي بريميتيف نيوروبتوديال مال سيلز اللي هي اندفرنشيتد سيلز، اندفرنشيتد بتعطينا الميدلو بلاستوما في السيريبيلا، والنيوروبلاستوما اللي بيطلع من الادرينال جلاند وبيطلع من اللي هو السمباثيتك نيورونز. الاركنويد سيل اللي هي لايننج لايننج للديورا للمننجيز وتعطينا المننجيوما، والنيرف شيت سيلز اللي هي شوان سيل تعطيك الشوانوما، وفي عندك لمفويد سيلز ممكن تعطيك لمفوما. فهذه انواع التيومر اللي ممكن تطلع في البرين. باه توجه لتفصيلات اخرى مهمه، ان البرين 50% من الاورام اللي فيه ميتاستاتيك يعني جايه من برا البرين، و50% منها برايمري. تمام باه. البرايمري تيومر اللي تطلع من البرين قلنا نقسموه على حسب السيل اوف اوريجين زي ما خدينا في الجدول هذا. باه البرايمري مالجنانت تيومر ار لوكالي ديستركتيف بات ريرلي ميتاستاسايز. هنا تختلف البرين تيومر عن البرين في اي مكان اخر من البادي. احنا زي ما عرفنا البرين عرفنا التيومر بشكل عام قلنا في بناين ومالجنانت، والبناين هي تيومر اللي كانت ميتاستاسايز، والمالجنانت هي التيومر اللي تعمل ميتاستاسيس، صح ولا لا؟ هنا في البرين لا يختلف الموضوع، لان حتى الهاي مالجنانت تيومر في البرين كانت ميتاستاسايز تطلعش برا البرين، لكن شن بتدير انفيجن في داخل البرين تيشو نفسه. يعني المالجنانت تيومر لما يجيك سؤال ام سي كيو برايمري مالجنانت تيومر اوف ذا برين كان ميتاستاسايز، خطا تطلعش برا البرين. ما مش ميتاستاسيس تنتشرش للادر سيستم مزيان، هذه بتنتقل عن طريق سي سيف هي تمشي. ف امال كيف يقسموا فيها البرين تيومر؟ يقسموا فيها الى جريد، درجات جريد 1 2 3 4 على حسب سرعه البروليفريشن بتاعها وسرعه الانفيجن في داخل البرين. جريد 1 هذه احسن وحده وما عنديش منها الا نوع واحد يصير في الاطفال اسمها بايلوسيتيك استروسايتوما، وهذا يعني فيري اكسلنت بروجنوسيس، يديروا لها اكسجن وخلاص تم الموضوع. بعدين يجي جريد 2 اللي هي الديفيوز استروسايتوما اللي تصير في الادلتس، وهذه شويه هيك هايلي انفلتريتد، مش هايلي مايلي انفلتريتد، وفيها لو ريسك اوف ريكارنس. نجي للجريد الثالث يكون فيها سل يكون فيها فيتشر ان ابليزيا، ويكون فيها بليومورفيزم وهاي مايتوسيس وانكريزد انفيجن، هذه تعادل المالجنت تيومر في الاذر سيستمز. والنوع الرابع اللي هو التيومر بتاع الدرجه الرابعه هذا اخطر شيء اسمه جلايوبلاستوما، ما عنديش الا نوع واحد بس يعني. وهو بيضل بلاستوما، صح عليك، هذوما هايلي اجريسيف وهايلي مالجنت. جلايوبلاستوما يصير في الادلت وبيضل بلاستوما يصير في التشيلدرن، هذوما فيري هايلي اجريسيف وينتشروا بسرعه جدا، لكن الجلايوبلاستوما از فيتال، ما فيش منه امل يعني، لكن بيضل بلاستوما كان بي كيور. اوكي ميتاستاتيك تيومر، الميتاستاتيك تيومر اللي جينا من برا هذه كاركترستيكلي بريزنت از مالتيبل ويل سيركمسكرايبد ليجن ات ذا جراي وايت جانكشن، يعني من جوه شوف صورتها تلقى في مالتيبل ليجن مش وان ماس، تلقاها مالتيبل مالتيبل وات ذا جراي وايت جانكشن، يعني هذه الاريا اللي بتمشي منها البلاد فيسلز فهي اللي بتكون فيها السكندري ديبوزيتس. فهذه كاركترستيك في حاله الميتاستاتيك تيومر، والمسكومه بيصير في اللنج والبريست والكدني. اوكي وركزوا عليها الكدني، لان في سؤال بعدين يقول لك جانا بمالتيبل ليجن اوف ذا برين والهيستولوجي شو كلير سيلز، شنو تتوقع؟ صح عليك رينا سيكل سينوم، اعطيتكم السؤال هذا. ان ادلتس برايمري تيومر ار يوجوالي سوبرا تنتوريال، هذه انا اذر امبورتنت فيتشر في الادلتس، التيومر بتكون سوبرا تنتوريال. سوبرا تنتوريال يعني وين سوبرا تنتوريال؟ انتيريا كرينيال فوسا، وبينما في التشندرن بتكون في البوستيريور كرينيال فوسا اللي هي الانفراتنتوري، يعني بتكون في السيريبيلا. تمام. المسكومن تيومر في الادلت هي الجلايوبلاستوما المالجننت جلايوبلاستوما والمينينجيوما والشوانوما، والمسكومن تيومر في التشندرن البايلوسيتيك استروسايتوما والابن دايموما والميدلو بلاستوما. واضحات هذينا نقاط هذه كلها واضحه، خلاص تو نجوا تو لكل نوع وكلمتين هيك عن المورفولوجي نتاعها وكيف نعرفه.
بايلوسيتك استروسيتوما جريد 1، جريد 1 مش حتشوفوها الا في النوع هذا بس، بايلوسيتك استروسيتوما اللي هو التيومر الشعري، سوف فيها الورم الشعري، لان الخلايا الشعريه، لان ليش مصطلح هذا؟ لان الاستروسايتس عندها الدندرايتس هذه اللي هي سوف فيها بايلوسيتك. فهي تزا بنعني تيومر اوف استروسايت، هي تزا مسكوما سينيس تيومر ان شيلدرن يوجوالي ارايز ان ذا سيريبيلا. فما تنساش ديما في التيومر في الانفراتنتوريال بتكون في السيريبيلا. ايميجنج ريفيل سيستيك ليجن وذ ميورال نديول، ما تنساهاش حتى هذه كاركترستيك. فتلقى التيومر، شوف التيومر موجود في السيريبيلا، هذا السيريبيلا وهذا التيومر، وفي سيستيك ليجن هذا فيها زي السكريشنز، وهنا في الاريا هذه في سيستيك نديول، في ميورال نديول، يعني في جزء سوليد وفي جزء سيستيك، هذا المكان نتاع السيريبيلا. وهذه اللي هي الاستروسايتس، وفيها اللي هي اللونج دندريتك بروسيسز، فهذه يسمى فيها الخلايا الشعريه البايلوسيتك. بايلوسيتك اوكي. ايضا حنلقى في حاجه سموا فيها روزنتال فايبرز، اللي هي لما الدندريتك بروسيس تولي تيكند وايزينوفيليك، فيسموا فيها روزنتال فايبرز. وايضا عندي انذر فيتشر يسموا فيها جلوبيولار بادي، ايزينوفيليك جرانيولار بادي، يعني عباره عن دنس ايزينوفيليك ديبوزيت في داخل الخلايا نفسها. اوكي، فالبيوبسي روزنتال فايبر ايزينوفيليك جرانيولار بادي. إذا بايلوسيتك استروسيتوما جريد 1 في تشيلدرن في السيريبيلا، سيستيك وذ ميورال نديول. اوكي، نجول النوع الاهم والاخطر واخطر انواع التيومر في البرين على الاطلاق، اللي هو الجي بي ام جلايوبلاستوما مالتي فورمي، اللي هو جريد 4 هايلي مالجنت تيومر بورو بروجنوسيس، بيطلع من الاستروسايتس. طبعا الاستروسايت قلنا فيه منها اربع درجات الاستروسايتوما، الجريد 1 اللي هو البايلوسيتك اللي يصير في تشيلدرن، جريد 2 اسمها ديفيوز استروسايتوما وهذه تصير في الادلتس، النوع الثالث اسمها ان ابلاستيك استروسايتوما، ان ابلاستيك هذا جريد 3، النوع الرابع اسمها جلايو بلاستوما. اوكي، فهذه كلها سبيكترم بتاع الاستروسيتك تيومرز. مسكومر برينال مالجنت سينس تيومر في الادلتس يوجوالي ارايز ان سيريبرال هيمسفير، تعطينا كاركترستيك ليجن اسمها باتر فلاي ليجن، لانها كروس الكوربس كالوزا، التيومر الوحيد اللي كروس التو لوبز اوف ذا برين، فتلقاه كروس الكوربس كالوزا معطيك باتر فلاي ابيرنس. اوكي، شوف هنا لارج اريا انفولفينج بوت لوبز رايت اند ليفت لوبز، وفي areas of necrosis وفي destruction، very aggressive tumor. اوكي، عندك characteristic feature، اول حاجه في طبعا في سل بليومورفيزم والاتيبيا والميتوزيس هذه موجوده، بعدين حاجه سموا فيها مش موجوده الا فيه هو سودو باليسيدنج نيكروسيس، سودو باليسيدنج نيكروسيس، في نيكروسيس صاير وحواليه تيومر سيلز مترتبه بشكل اصطفاف، سموا فيه سودو باليسيدنج نيكروس، هذه كاركترستيك نلقوها في الجلايوبلاستوما. ايضا اللي هو الاندوتيريال بروليفريشن، البلد فيسل تلقى الاندوتيريال سيلز صاير فيها بروليفريشن زي الجلوميرولويد بودي بالضبط. هذين الزوز الاندوتيريال بروليفريشن والسودو باليسيدنج ما نلقوهمش الا في الجلايوبلاستوما، يعني كان لقيتهم معناها تيومر هذا الجلايوبلاستوما، بينما البليومورفيزم والاتيبيا والميتوسيس حتلقاه حتى في الانابلاستيك اللي هو الجريد الثالث. فالديفايننج فيتشر في الجلايوبلاستوما سودو باليسيدنج نيكروسيس و شنو؟ اندوتيريال برولفريشن، مهمه جدا هذه الرقم، هذين يعتمدوا عليهم في تشخيص الجلايوبلاستوما، لان فرق بين تقول هذا جريد ثلاثه والله بين هذا جريد اربعه، لما تقول جريد اربعه معناها هذا خلاص نو كيور هذا فور ديت. اوكي، بعدين التيومر اللي بعده اوليغودندروغلايوما، هذا التيومر بيطلع من الاوليغودندروسايت، ايميجينج فريكوينتي شوز كالسي، طبعا هذا كاركترستيك في كالسيفيكيشن واجد، حتلقى في كالسيفيكيشن في الوايت ماتر، لانه هو اوليغودندروسايت حنلقوه وين في الوايت ماتر، يوجوالي انفولفد فرونتال لوب
بريزيد ويز سيجر عنده كاركترستيك ابيرنس اللي هو فرايد ايج ابيرنس، سموا فيها فرايد ايج ابيرنس، فرايد ايج ابيرنس يعني تلقى نيوكليوس وحواليها كلير هالو، نيوكليوس وحواليها كلير هالو، سموا فيها فرايد ايج ابيرنس، يبقى كاركترستيك في حاله الاوليجو ديندروغليوما. والكالسيفيكيشن تلقى فيه اباندنت كالسيفيكيشن، يبقى اللي يميز الاوليجو ديندروغليوما الكالسيفيكيشن و الفرايد ايج ابيرنس. فهي في ام سي كيو بعدين، تنسونش النقاط هذه. نجي ابن دايموما، وين بيطلع الابن دايموما؟ ابن ديمنسيلز معناها وين؟ في الفنتريكل، بيطلع في الفنتريكل. حتلقاها تيز تيومر اوف ابن ديمنسيلز ان ذا فنتريكل، وقلنا هو في تشيلدرن، واحده من انواع تطلع في تشيلدرن. مسكملي في الفورد فنتريكل، مي بريزنت ويز هيدروكيفالاس، وعنده كاركترستيك فيتشر حتشوف في الاستولوجي بيري فاسكولار سودو روزيت. شوف هذا، شوف هذا تيوما طلع في الفنتريكل، هذا الفنتريكل في ماس فيلينج ذا فنتريكل، وهنا في سودو روزيت. شوف بلاد فيسل، هذا بلاد فيسل اللي فيه ريد بلاد سيل، وحواليه تيومر سيلز دايره روزيت زي الاصطفاف حوالين البلاد فيسل. شوف هنا اهو، وين ما في بلاد فيسل حتلقى حواليه فيه اصطفاف للتيومر سيلز. طبعا في نوعين من الروزيت، في روزيت يكون حول بلاد فيسل، وفي روزيت سيلز الدايره سنترال اليومن. هذه في نوعين من الروزيت تلقاها، تو هذه سيلز الدايره سنترال اليومن، هذه ترو روزيت اسمها ترو روزيت، وفي روزيت حوالين بلاد فيسل هذه اسمها سودو روزيت، فتلقاهم هما الاثنين. اذا ابن دايموما بيطلع في الفنتريكل وبيطلع في التشيلدرن وبيكون لك اللي هي سودو روزيت، بيري فاسكولار سودو روزيت. ميدالو بلاستوما تيومر arising from primitive undifferentiated cells highly malignant grade 4 في children في السيريبيلم في البوستيرير كرينيال فوسا. histology reveals small round blue cells with whom right روزيت. شوفها معي هنا، هذه small round blue cells، cells زرقاء وداكنة وراوندد وبتكون لك هومرايت سودو روزيت، يعني تيومر سيلز مدايرة حلقة حوالين إيزينوفيلك ماتيريا، هذه اسمها هومر رايت سودو روزيت. روزيت واجد في البرين تيومر، اوكي، هذه هومر رايت سودو روزيت، تيومر سيلز مدايرة روزيت حوالين سنترال إيزينوفيلك فبريلاري ماتيريا. ها؟ هما رايت سودو روزيت، ايه؟ هي لما تكونت سنترال اليومن هذه ترو. روزيت حوالين سنترال اليومن. في جلاند يعني ترو روزيت. لكن لما تكون لك لما تكون لك وداوت اليومن سودو روزيت. تو نرجعوها بعدين باهي تاكدوا منها. هذه بورو بروجنوسيس، تيومر جروز رابيدلي اند سبريدز فيا سي اس اف، بينتشر مع السي اس اف. يبقى الميدالو بلاستوما في تشيلدرن هايلي مالجنت تيومر، بيكون لك هومر رايت سودو روزيت وبورو بروجنوسيس. نجول المينينجيوما، مينينجيوما كاركترستيك تيومر طبعا، فيه بيطلع من اراكنويد سيلز نتاع الديورا. It is the most common benign CNS tumor in adults, most commonly seen in women, rare in children, may present with seizure. Imaging reveals round mass attached to dura. الصورة هذه very characteristic وجدت كم مرة في الامتحانات قبل. يعني mass attached to dura. دايرة compression على البرين. فهذه مينينجيوما طالعة من الديورا ماتر. اوكي؟ نفس الشيء هو. هذه mass طالعة من الديورا ماتر. ما يميز التيومر هذا هي السمومة بادي، سمومة بادي ما تنسوهاش، تيز تايب اوف تايب شنو سمومة بادي ديستروفيك كالسيفيكيشن بالضبط، لان تيومر سيلز هي في الاصل مدايره وورلينج ابييرنس. تيومر سيل اللي هي المينينجوتيليال سيلز هذه تلقاها مدايره وورلي ابييرنس، فلما يصير فيها ديجينيريشن وكالسيفيكيشن حياخذ نفس شكل التيومر سيل فحيعطيك اللي هو الورلي ابييرنس هذا، اوكي، فالسموه بادي ما تنسوهاش. وهذا التيومر اتاتش تو ديورا ماتر، اتس ا بيناين تيومر، اوكي.
هيستولوجي جو بول باتي يسموه مبادس. نجول الشوانوما ناست تيومر لكن عنده كاركترستيك بيكتر حتى هو اتيز بناء ان تيومر اوف شوان سيلف وشوان سيلف يكون هي بتغطي البريفرال نيرفس involves the cranial and the spinal nerves within the cranium most frequently involve the cranial nerve 8 at the cerebellopontine angle okay presence at loss of hearing and tinnitus. فشوف الصورة هذه very characteristic هذا tumor at the cerebellopontine angle cerebellopontine angle. الاسم الثاني ليه كان يسمى بالacoustic neuroma تسمى بالacoustic neuroma rising at the 8th cranial nerve at the cerebellopontine angle وبيسبب في hearing loss. هذا المسكومن سايت ليها. الهيستولوجي عنده characteristic pattern عنده area hypercellular اسمها انتوني A و area hypocellular اسمها انتوني B. الانتوني A السلس تقعد مترتبة في شكل palisading حوالين إيزينوفيليك سبيس اسمها فاروكا بادي. اوكي يبقى في انتوني اي وانتوني بي. انتوني اي اللي هو الهايبر سيلولر والانتوني بي اللي هو الهايبو سيلولر. الانتوني اي السيلز بتكون مترتبه في شكل باليسيدن وبتحيط بإيزينوفيليك ماتيريال اسمها فاروكي بادي. واضحه يبقى هذه التفصيله بتاعت الشبانوما واضحه. نسألكم بعض الأسئلة تبع البرين تيومر. أوكي. أستروسايتوما إز غلايال تيومر وإلا نيورونال وإلا تيومر في أندفرنشيتد سيل وإلا نيرف شيت تيومر ولا مالفورماتيف تيومر. غلايال تيومر. تمام. ميدالو بلاستوما إز tumor of undifferentiated cell. Astrocytoma is not a glial tumor. صح ولا خطأ؟ خطأ. The commonest primary brain tumor in adults. هو يبي الخطأ. هذه صح هي. Always in the cerebral hemisphere. Always. مو ما تلقى always خطأ في الطب كله. وما في always خطأ. تصير في السيريبرام وتصير في السيريبيلا وتصير حتى في السباينال كورد تصير. كلاسيفايد انتو جريدز اكوردنج تو ديجري اوف نيوكليار اتيبيا ونسوسيتوما جريد 1 عند جريد 4. اوكي ذا فولوينج هيستولوجيك بيكتشر از نوت كاركترستيك اوف جلايوبلاستوما مالتي فورمي از نوت كاركترستيك. هايلي انابلاستيك تيومر سيل بابيلاري فورميشن necrosis or a tumor giant cell. شنو هي اللي ما هيش موجودة في الجلايوبلاستوما مالتيفورمي؟ كيف؟ tumor giant cell أي هاي اللي مالجنة التيومر حتلقى فيه tumor giant cell. هذه feature of anaplasia. شنو هي الحاجة اللي مش موجودة في الجلايوبلاستوما؟ هايلي انا بلاستيك تيومر سيل صح ولا خطا؟ صح. بابيلاري فورميشن خدينا بابيلي احنا في اللايبلاستوما خديناش بابيلي ها؟ نيكروسس موجود سودو باليسيد نيكروسس تيومر جاينت سيل تلقاها هذه فيتشر معناها بلازيا تلقاها في اي تيومر هاي جريد تيومر. ذا موست كومن برايمري برين تيومر ان ادلت از ميدالو بلاستوما استروسايتوما ابن دايموما بابيلوما كرينيوفارينجيوما. أستروسايتوما. غلايوما إنكلود أول إكسبت غلايوما. أستروسايتوما غلايوبلاستوما أوليغودندرو ميدالوبلاستوما بنديموما. ميدالوبلاستوما ما هيش غلايوما. أوكي. موست أجريسيف أستروسايتوما غلايوبلاستوما. سموما بادي أر برومينانت فيتشر أوف مينينجيوما. ويتش أوف ذا فولوينج إز دبليو جريد 4 تيومر ميدالوبلاستوما. Bilocytic astrocytoma is characterized by all except usually occur in children. صح. Usually occur in cerebellum. صح. Usually cystic.
صح يوجوالي باد بروجنوزز خطا. اوليغودندروجليوما از نوت جلايير تيومر خطا. سيريبرال تيومر اوليغودندروجليوما از نوت جلايير تيومر. هي جلايير ولا نوت جلايير؟ جلايير ولا يعني هو يبي حاجه نوت هو فهذه جلايير صح. سيريبرال صح. هاي جريد هاي جريد لا مش هاي جريد هي دي هاي جريد تيومر خطا ما هيش هاي جريد تيومر. ويلسن كابس كايب تيومر صح. فالاجابه هي از نوت ا هاي جريد تيومر. اوكي سموها بادي ار كاركترستيك اوف انجيوما. مايكروسكوبيك روزيت فورميشن از كاركترستيك فيتشر اوف شو اللي فيها روزيت استروسايتوما اوليغودندروجليوما ميدالوبلاستوما مينينجيوما شوينوما. ميدالوبلاستوما في روزيت. مالجنة استروسايتوما سبريدز باي دايركت بلاد لينفاتيك اول نون كيه دايركت سبريد مش قلنا دايركت انفيجن مش قلنا البرين تيومر ما تمشيش بهيماتوجينس والا بالانفات تمشيش تمشي بالانفيجن دايركت انفيجن ديستركشن لوكال ديستركشن يعني. The following is not a feature of meningioma. Usually occur in adults. هذه صح. Has a worldly cut surface. صح. Always benign tumor. Always. كلمة always دي ما خطأ. لأن في عندي atypical meningioma. في عندي atypical. كاركترايز باي سموها بادي هذه صح. فالإجابة A B C غلط. The tumor which is formed of two growth patterns Antony A and B schwannoma بالضبط اللي هي دي. Male patient 40 years old presented with hemiplegia and deafness. Radiology examination shows tumor at cerebellobontine angle. Biopsy of this tumor shows neurologic tumor formed of hypercellular and hypocellular schwannoma. Five-year-old child suffered from headache and blurring of vision. Radiology examination with cerebellar tumor. Microscopic examination by specimen revealed deficiency by malignant small round cells with rosette formation. The most possible diagnosis is medulloblastoma. 10-year-old child suffered from severe headache and vomiting. Radiology examination show firm tumor tissue occupying the fourth ventricle of the brain. Biopsy reveal filtration of by small cell with rosette formation. لما تلقى فيه في الفورد فنتركل معناها ابن دايموما. 70-year-old male complain of headache and vomiting. طبعا headache and vomiting non specific symptom increased intracranial pressure معناها. لما في headache and vomiting معناها في زيادة في الانتراكرينيال بريشر. تلقاها مع أي سبيسيك يوباين ليجن في البرين. أوكي؟ Radiology examination reveal multiple specific pubic lesion multiple okay in the temporal lobe of the brain. Biopsy taken from one of these lesions show sheets of malignant cells with large and small central nuclei and abundant clear cytoplasm. The most probable diagnosis ايوه renal cell carcinoma. هذا الاجابه تمام.